السلام عليكم. على مدار 3 ايام او 4 ايام بعدي من نفس الطريق دوت الكورنيش. طبعا اللوحات الرقميه الجديده دي النور بتاعها مبهر جدا جدا جدا، بيخلي الناس ما بتشوفش الناس اللي بتعدي على الطريق. يعني في واحد بيعدي انا شايفه بعيني المجرده، بس من بعد الاضاءه انا مش شايفه نهائي. فرجاء من اي حد يعني مسؤول على الاعلانات دي يهدي الاضاءه بتاعتها شويه اذا كانت هي ممكن تقدر، لان بعد الاضاءه ما بتشوفش حاجه. تحت الكوبري الدنيا ضلمه، اي حد بيعدي ما بتشوفهوش، يكاد يكون انت مش قادر تشوفه. فلو احنا عملنا تجربه وجبنا دومي ومثلا سحبناها على حاجه كده مطاطيه وجربنا مع بعينات عشوائيه، هتلاقي الناس فعلا ما بتاخدش بالها من قلب الاضاءه بعد منها. وهوريكم دلوقتي بعد الكوبري وبعد الاضاءه الشكل عامل ازاي. الأضواء المبهرة، الإعلانات الكتيرة قوي، إعلانات صعبة صراحة، إحنا مش عارفين نشوف بسبب الإعلانات دي والأضواء. لك الرؤية من بعد الكوبري زي ما إحنا شايفين كده، محدش كان شايف حاجة.